بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي 200 وله 83 سنة، رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. جميع النعم من الله سبحانه وتعالى، ينعم بها على عباده رحمة منه بهم وإحسانا إليهم. فالذي ينسب شيئا من النعم إلى غير الله هذا كهر بهذه النعمة، لأنه نسبها إلى غير من جاء بها وهو الله سبحانه وتعالى. والواجب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم على عباده. وأما كون بعض الناس سببا في بعض النعم فهذا لا يجيز أن ننسب النعمة إليه، وإنما ننسبها إلى المنعم سبحانه وتعالى، ونثني على من تسبب بها، نثني عليه وندعو له لأنه محسن. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل. هو يكنى أبو العباس، وهو ليس له ولد ولم يتزوج رحمه الله، ولكن هذا من باب التوقير له، فلا بأس أن يكنى الإنسان بالولد وهو ليس له ولد، وإنما هو من باب التوقير له. نعم. قوله بعد حديث زيد بن خالد، قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه ما جاء في حديث زيد بن خالد. قال بعد حديث زيد بن خالد، وهو الحديث: أصبح من عبادي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني لما نزل عليهم المطر وهم في الحديبية جاءوا لأداء العمرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل عليهم المطر
وهم في الحديبة، والحديبة طرف التنعيم قريبا من مكة. صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما سلم وأتوا بالأذكار قال: أتدرون، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أنعم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كيف؟ أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنهم كانوا ينسبون المطر إلى النجوم، مطلع النجوم أو غروب النجوم، مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بنجم كذا وكذا، فذلك كافر بي، يعني كفر النعمة، كفر النعمة، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا يدل على أن النعم تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنسب إلى الأسباب التي بواسطتها حصلت النعمة. فالأسباب خلق لله عز وجل، لا تفعل شيئا إلا بأمره سبحانه وتدبيره، فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله بعد حديث زيد بن خالد: قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم، يعني سبحانه، يعني كثير أن الله يذم من نسب النعمة إلى غيره أو النعم إلى غيره. نعم. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يشرك به في ذلك. إذا نسب النعمة إلى المخلوق قد جعله شريكا لله، شريكا لله في التدبير، توحيد الربوبية. نعم. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، كقول بعضهم إذا كانوا في السفن في البحر وحصل لهم يعني راحة ومشي طيب، بعضهم لا ينسب هذا إلى الله، يقول: كانت الريح طيبة التي تمشي السفينة، والملاح وهو الذي يقودها كان حاذقا. وهذا كفر بالنعمة، ما هو كذا، هذا الملاح ولا الريح تدبير بيد الله، وإنما هذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى تأتي بهذه الأشياء بأمر الله سبحانه وتعالى. الواجب نسبة النعم إلى الله جل وعلا، ولا بأس أن نثني على المتسبب وندعو له. نعم. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فينسب النعمة إلى الريح وإلى ملاح السفينة، وهذا كفر بالنعمة. الواجب نسبة ذلك إلى الله جل وعلا. نعم. ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم. انتهى. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها. نعم. وأسند أسبابها إلى غيره،
كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب. قال شيخنا الشيخ المشارح يقول قال شيخنا، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشارح حفيد للشيخ ابن ابنه. نعم. قال شيخنا رحمه الله: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. اجتماع الضدين في القلب، الاعتراف بأن النعمة من الله ثم نسبتها إلى غيره، هذان متضادان. فالواجب أن تنسب النعمة إلى المنعم، وهو الله سبحانه وتعالى، ويثنى عليه بها ويحمد عليها. وأما المخلوق الذي جرت على يده وتسبب بها فإنه يدعى له ويعترف بمجهوده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى، يعني في الباب مسائل، وهذه عادته رحمه الله، عادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أنه إذا فرغ من الباب قال: فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه مسائل، فوائد، يعني فهو يستقصي رحمه الله، يسوق أولا الآيات والأحاديث ويبين ما فيها، ثم إذا فرغ يستنبط من الباب وما ورد فيه من الآيات والأحاديث، يستنبط منه مسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أن النعمة من الله ثم ينسبونها إلى غيره، هذا إنكار للنعمة، لأنها نسبت إلى غير الله. نعم. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثانية: معرفة أن هذا الأمر وهو نسبة النعمة إلى غير الله جار على ألسنة كثير من الناس، فيجب التنبه لهذا. نعم. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. ينكرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. هم قالوا كانت الريح طيبة والملاح عازما، فهذا إنكار للنعمة، النعمة لله سبحانه وتعالى فهو المنعم بها، وأما الملاح فإنما مجهوده في قيادة السفينة، ولا يقود السفينة إلا إذا جاء الله بالريح التي تدفعها، وإذا توقفت الريح توقفت السفينة، وقد يبقون أياما في البحر واقفين إلى أن تأتي الريح. ومن الذي يأتي بالريح؟ يأتي بها الله سبحانه وتعالى، فالفضل راجع إلى الله. نعم. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذان الضدان، معرفة النعمة أنها من الله ثم إنكارها بنسبتها إلى غيره، بنسبتها إلى غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في خلقه وأمره سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى:
الند المثل والنظير. نعم. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. نعم. الند لله أن يجعل شيء من العبادة إلى أن يجعل شيء من النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه أنه جعل هذا الشيء نداً أي شريكاً لله عز وجل في تدبيره وخلقه وأمره. الواجب أن تنسب النعم إلى الله، ولا مانع أن يثنى على من تسبب بها والدعاء له. نعم. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. أهل الجاهلية من المشركون يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله هو المدبر لهذا الكون، وهو الخالق وهو المحيي المميت، يعترفون بهذا، إنما ينكرون توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة. فيجب على من عرف أن توحيد الربوبية يجب على من عرف توحيد الربوبية أن يأتي بتوحيد الألوهية، لأنه هو النتيجة، هو النتيجة من توحيد الربوبية. ما هو النتيجة أنك تعترف بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق، هذا شيء أقر به المشركون، وإنما الواجب أن تقر بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. نعم. وهذه الآية في سياق قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية هي أول نداء في المصحف، يا أيها الناس، أول سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نادى الله جميع الناس، العرب والعجم، ناداهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا تفترشون تجلسون عليها تنامون عليها تسيرون عليها، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أي سقفا، فالسماء سقف الأرض، السماء سقف الأرض، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في خلقه وتدبيره وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم. وهذه الآية في سياق قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له يعمل هذه الأشياء، أنه خلق السماء، أنه جعل الأرض فراشا، أنه أنبت النبات، تعلمون أن هذا إنما هو لله عز وجل، فكيف تشركون معه من لا يقدر على شيء من هذه الأمور؟ ومن ثم قالوا إن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسير. هو ما هو باسمها العماد، هذا لقب له، اسمه إسماعيل، إسماعيل بن كثير، وإنما هذا لقب له، عماد الدين، وكذا عماد الدين اختصرها المؤلف فقال العماد، وهو عماد الدين ابن كثير. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. أندادا أي عدلاء يعادلونه سبحانه وتعالى في التدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في ذلك. نعم. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك من المفسرين. نعم. وإسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن عباس رضي الله عنه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر. نعم. وأنتم تعلمون أنه لا ند له في خلقه وأمره وتدبيره. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. غيره. نعم. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجميع المرسلين كلهم يدعون إلى توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. نعم. وكذلك قال قتادة. وعن قتادة ومجاهد رحمهما، قتادة بن دعامة السدوسي إمام جليل في التفسير وغيره. نعم. وكذا وعن قتادة وهو من تلاميذ ابن عباس. نعم. وعن قتادة ومجاهد رحمهما الله: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال. أكفاء أو أكفياء يعني مساوين له. نعم. أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. نعم. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه، مع الله يعني. نعم. وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. نعم. المعنى واحد، أندادا شركاء، أندادا أشباها لله. نعم. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. نعم. جميع الكتب التي جاءت بها الأنبياء كلها على هذا. نعم. تبين أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة دون سواه. نعم. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها. يعني ما بادر عليه السلام. نعم.
فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني. وهو عيسى ابني الخالة، يحيى وعيسى ابني الخالة. نعم. إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. أن أبلغهن. لا. فإما أن تبلغهن. لا. فإما أن تبلغهن. إيه. وإما أن أبلغهن. نعم. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف. شرف. فقعد على الشرف. نعم. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعلموا بأن أن تعلموا بهن. تعملوا. وآمركم أن تعملوا بهن. نعم. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ نعم. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فلا تلتفتوا إلا برؤوسكم ورقابكم ولا بقلوبكم. لا تلتفتوا لا بقلوبكم ولا برؤوسكم عن الله سبحانه وتعالى وأنتم في الصلاة. نعم. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة، في جماعة، يعني عصابة يعني جماعة. نعم. كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك وآمركم بالصلاة، فإن وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. لا برقابكم ولا بقلوبكم، أقبلوا على الله جل وعلا. نعم. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك. وهذا كما في الحديث أن ريح نفس الصائم كريح المسك، ريح نفس الصائم عند الله كمثل ريح المسك، وهو نفس الصائم عند الناس يكرهون نفس الصائم، لأن إذا فرغت المعدة يتصاعد منها أبخرة مكروهة الرائحة، ولكن هذه الرائحة هي أطيب عند الله من ريح المسك. ليه؟ لأنها ناشئة عن عبادة الله جل وعلا. نعم. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟
هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. نعم. وآمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. هنا قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة، والسمع والطاعة. الجماعة يعني كونوا مع جماعة المسلمين، وأطيعوا لإمام المسلمين، أطيعوا لإمام المسلمين بالمعروف، هذا لا بد منه، تكونوا مع الجماعة ولا تشذوا، من شذ شذ في النار. كونوا مع الجماعة. نعم. فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة. نعم. الجماعة، والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولي الأمر، لولي الأمر المسلم يجب سمعه، السمع له والطاعة بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر وهم الأمراء والملوك المسلمون، ولذلك قال منكم يعني من المسلمين. نعم. والهجرة. نعم. الجماعة والهجرة. نعم. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين. والهجرة مقرونة بالجهاد، الجهاد والهجرة. فلا يجوز لك أن تقيم مع المشركين مع الكفار وأنت تقدر على أن تهاجر إلى بلاد المسلمين وتكون مع المسلمين. قال الله جل وعلا: في من ترك الهجرة وأقام في بلاد الكفر من غير عذر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكة تقول لهم فيما كنتم، أي مكان أنتم فيه؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما نقدر يعني نعبد ربنا من أذى الكفار. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء. لا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. نعم. أن يعفو عنهم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. العاجز عن الهجرة معذور، ولكن يتمسك بدينه، يتمسك بدينه حتى ييسر الله له الهجرة. نعم. الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، قتال الكفار. الجهاد هو قتال الكفار والبغاة ومن خرج عن جماعة المسلمين يجب قتاله. القتال، الكفار يقاتلون لكفرهم، والخارجين عن طاعة إمام المسلمين يقاتلون لبغيهم، هؤلاء بغاة. نعم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا تشبيه للإسلام واجتماع الناس فيه، أنه يجمعهم بالربقة التي تكون في حبل وتدخل فيها رؤوس الأغنام
لحفظها وبقائها. تعرفون هذا، تعرفون الربقة هذه والربز، يسمونه الربز، هذا حبل فيه في جوانبه مثل الفتحات تدخل فيها رؤوس أولاد الغنم حتى يحفظها. فكذلك الإسلام يجمع مثل ربقة الأغنام، يجمع المسلمين ويحفظهم. نعم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قيد يعني قدر شبر، ما يقول هذا يسير، ولو قيد شبر ما تطلع عن الجماعة، ما تطلع عن الجماعة أبدا. نعم. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. اي نعم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. من دعا بدعوى الجاهلية مثل النياحة، نياحة على الميت، هذه دعوى الجاهلية والعياذ بالله، وعضداه ورأساه هذا من دعوى الجاهلية. نعم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. نعم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. نعم، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد الذي يمر كما جاء، ولا يقال أنه كفر، ما يقال أنه كفر، ولكن عليه وعيد شديد. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم. نعم. بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم. هذا حديث ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. نعم. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أي كما أنه هو الخالق الرازق فهو الذي يستحق العبادة دون سواه ممن لا يخلق ولا يرزق. نعم. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة. نعم، دالة على إفراد الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك له. نعم. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع. وجود الصانع يعني الخالق، الخالق لهذه الأشياء، خالق السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والفجاج، الذي خلقها هو الذي يستحق العبادة. وأما هذه المعبودات الشركية فهي لا تخلق ولا ترزق، عاجزة، هي مخلوقة، فكيف تعبد؟ نعم. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. اي نعم، هي دالة على وجود الله عز وجل، لأن هذا الخلق ما يمكن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الخلق يدل على الخالق، كما قالوا لأعرابي، قالوا لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا يدل هذا الكون على السميع البصير؟ نعم. و
والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك. أبو نواس الشاعر المعروف، شاعر عنده مجون، ولكنه كان موحدا لله عز وجل، ليس مشركا. نعم. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم، هذه حكمة. إن في الشعر لحكمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن المعتز: فيا عجبا. ابن المعتز هذا من بني أمية، نال الخلافة يوما واحدا ثم قتل. نعم. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم، الشرك خفي، شرك خفي وشرك ظاهر. الشرك الخفي هذا أخفى من دبيب النملة السوداء على صخرة سوداء في ظلمة الليل. من يبي يشوف النملة السوداء في سواد الليل على صخرة سوداء؟ هذا يدل على أن الشرك دقيق، وأنه يسري في الناس وقد لا يشعرون به. نعم. والمراد الشرك الأصغر. نعم. الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك، تقسم بحياة المخلوق. قد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. والله وحياتك يا فلانة. نعم. وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كذلك تقول، يعني لولا الكلب لأتانا اللصوص. نعم، الكلب سبب، ولكن الذي منع اللصوص هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار، يعني البط له صوت ولا يستطيع السارق يدخل البيت الذي فيه بط، هذا لا بأس به، لكن لا تجعله هو الذي حمى البيت. الذي حمى بيتك هو الله سبحانه وتعالى، وإنما البط سبب من الأسباب. نعم. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. أي نعم، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فهو جمع بين الله وبين المخلوق بالواو، والواو للتشريك والتسوية. والواجب أن يقول: لولا الله ثم، لولا الله ثم كذا وكذا، تأتي بثم ما تأتي بالواو، لأن ثم تقتضي الترتيب، وأما الواو فهي تقتضي التشريك. نعم. وقول الرجل: لولا الله وفلان. نعم. لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. اي نعم، رواه ابن أبي حاتم. نعم. قال الشارح رحمه الله: بيّن ابن عباس رضي الله عنهما
أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذا الأمر، فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا الشرك أكبر من الكبائر، نعم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله يكفي. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الكفر بالنعمة يقتضي أن يكون مخرجا عن الملة؟ لا، كفر أصغر، هذا كفر أصغر. الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، مثل الشرك. الشرك أيضا شركان: شرك يخرج من الملة، وشرك لا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو محرم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب على الإنسان أن يقول لمن أسدى إليه معروفا: هذا من فضل الله وأشكرك، أم يكتفي بشكره مع الاعتقاد أن كل النعم من الله؟ تشكر المخلوق بقدر ما صنع إليك، بقدر ما صنع إليك. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، قال صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا ما تكافئوه أو تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما مناسبة الآية في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، للباب الذي قبله في قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ كلها في التحذير من الشرك، الباب اللي قبله وهذا، كلها على مسار واحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل قولي بأن السائق الذي يقود السيارة أنه حاذق يعد إنكارا للنعمة؟ إذا نسبت جودة السير إليه استقلالا فهذا شرك. إذا اعتبرته أنه سبب وأن الذي سير السيارة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالمسير هو الله جل وعلا، وإنما المخلوق سبب من الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود بدعوى الجاهلية؟ دعوة الجاهلية كل ما كان من أفعال الجاهلية وأقوالهم فهو من دعواهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين السمع والطاعة؟ السمع أن تسمع الأمر ثم تطيعه، الطاعة مترتبة على السمع، تسمع ثم تطيع، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول لمن خرج من الجماعة أن نقول أنه كافر؟ نقول أنه كافر الكفر الأصغر، ما هو بكافر خارج من الملة، لكنه عاصي،
وهو كافر كفرا أصغر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي حروف القسم؟ الواو والباء والتاء، ثلاثة حروف، الواو والله والباء بالله والتاء تالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما أهمية حفظ كتاب التوحيد؟ أهمية كبيرة. كتاب التوحيد يتضمن معرفة التوحيد واعتقاده والعمل به، وهو كتاب نفيس، وهو قال الله قال رسوله، ما في شيء من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما هو قال الله قال رسوله. أوله يقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس فيه شيء من كلام الشيخ، وإنما هو آية أو حديث أو استنباط من الآية والحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل مسألة البناء على القبور مسألة خلافية؟ لا، لا يجوز البناء على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. لا يجوز البناء على القبور، والواجب هدم البناء على القبور، وأن ترفع عن الأرض قدر شبر فقط. لا تدع، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني إلا نزلته إلى الأرض، لأن هذا وسيلة للشرك. نعم. فلا يبنى على القبور. نعم. أحسن الله إليكم. سمونها الأضرحة، سمونها الأضرحة، وهي بيوت الشرك العياذ بالله، لا يبنى على القبور. قبور الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، بارزة في البقيع، قبورهم بارزة في البقيع، يدفنون في البقيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله خير القرون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يخلد في النار من ارتكب شركا خفيا؟ لا يخلد في النار، لكن يعذب بها، يعذب في النار، الله أعلم بمقدار تعذيبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الشرك الخفي أو الشرك الأصغر أعظم من الكبائر؟ نعم، الشرك وإن كان أصغر فهو أعظم من الكبائر. نعم، كبائر الذنوب هو من الكبائر، هو أكبر الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلادهم يشغلون في المساجد يقول القرآن في مكبرات الصوت، يقول قبل الأذان بربع ساعة، فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس به، أقول لا بأس به، تلاوة القرآن ويسمعون الناس القرآن تنبه للصلاة طيبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تعليق أدوات الزينة أو ما فيه رائحة في السيارة يعد من التشبه بتعليق التمائم؟ نعم. يقول: هل تعليق أدوات الزينة أو ما فيه رائحة تعليقها في السيارة يعد من التشبه بتعليق التمائم؟ لا، هذا مباح، تعلق شيء فيه رائحة طيب رائحة السيارة، أو تعلق فيها شيء فيه زينة يجملها، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح شرح حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أنهم الذين يتركون الرقية الشركية والكي الذي فيه شرك؟ يا أخي، حديث السبعين مشروح، ما يحتاج أنك تشرحه،
مشروع في كتاب التوحيد وفي غيره، راجع الشرح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول بعض العامة إذا دخل السهيل لا تأمن السيل؟ يعني وقت للسيل لا بأس بذلك، إنه وقت للسيل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قول الرجل للرجل أنا معتمد عليك يا فلان؟ لا، ما يصلح كذا. أنا معتمد على الله ثم عليك، أنا معتمد على الله ثم عليك، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين البغاة والخوارج؟ إيه، خوارج شر من البغاة، الخوارج شر من البغاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت، شوف، إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الأسماء المضافة إلى الدين كعماد الدين وشمس الدين ونحوها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ثبت لله خمس أصابع؟ أي نعم، شوف في آخر كتاب التوحيد أن الله جل وعلا يطوي السماوات السبع والأراضين السبع بيديه، أو يجعل البحار على أصبع، ويجعل الجبال على أصبع. راجع آخر كتاب التوحيد في هذا، عند قول المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما القول الراجح في قول الناس لعمري أو لعمرك؟ لا بأس بذلك، هذا أسلوب من أساليب العرب، أوه لا بأس به. الله جل وعلا قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قولي الفاكهة بعد الأكل تسبب لي انتفاخ؟ يقول: هل هذا يعد من الشرك؟ لا، تسبب لك انتفاخ يمكن، هذا ممكن، ما كل إنسان تصلح له الفاكهة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟ لا يجوز هذا، هذا اعتقاد، هذا اعتقاد إن تدفع عنهم العين والإصابة بالعين، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندي قطعة أرض اشتريتها من أجل التجارة وسأبيعها بعد مدة، يقول: كيف أخرج الزكاة منها؟ إذا كنت عازما على بيعها ولو في المستقبل فإنك تثمنها كل سنة بما تساوي وتزكيها، تقومها كل سنة بما تساوي وتزكيها، تخرج ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. أما إذا كنت تنويها للقنية، ما هي للبيع، تنويها للقنية، تبي تعمرها فيما بعد، هذه لا، ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم أكل الضفدع؟ ما؟ يقول: ما حكم أكل الضفدع؟ أكل الضفدع. الضفدع مكروه، لأنه
يقولون لأنه يسبح نقيقه تسبيح، نعم، فيكره أكله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نعرف العالم؟ ما؟ هل يقول كيف نعرف العالم؟ هل نعرف علم العالم بسنه؟ سنه؟ نعم. لا، مو بسنه، قد يكون عالما وهو صغير، يكون عالم وهو صغير، قد يكون جاهل وهو كبير، مو بسن دليل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تسمية البنت باسم كاملة؟ لا، هذه تزكية، لا، ما يقال كاملة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الخروج على ولي الأمر بحجة أنه محاط ببعض الجماعات البدعية؟ ما دام أنه مسلم، ولي الأمر مسلم، فلا يجوز الخروج عليه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول الرجل توكلت على الله ثم عليك؟ لا، لا تقول توكلت، توكلت هذه لا تقال إلا لله، لكن قل توكلت على الله ثم وكلتك، وكلتك، لا تقول توكلت عليك، قل وكلتك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يوصف الله بأنه الصانع؟ لا، يخبر عنه، هذا من باب الإخبار، يخبر عنه، باب الإخبار أوسع من باب التسمية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الذي يقيم في غير بلده، من هو ولي أمره؟ ولي أمره الذي في بلده، أميره الذي في بلده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة، ويتبع أنظمة البلد الذي هو فيه، يتبع أنظمة البلد الذي هو فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف ندفع شبهة الخروج عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ كيف؟ يقول: كيف ندفع شبهة الخروج والتكفير عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وهل أحد قال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارجي، أو قال إنه كافر؟ لا أحد قال هذا، عالم جليل من علماء المسلمين، داعية إلى الله، نفع الله به، نعم، ونفع بدعوته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قول الرجل بالله عليك افعل كذا؟ يقول: هل يجوز قول الرجل بالله عليك افعل كذا؟ هذا حلف، أقسمت عليه أنه يفعل كذا، لأن بالله الباء من حروف القسم، بالله عليك يعني أحلف عليك بالله أن تفعل كذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للأكمام إسبال؟ يقول: هل للأكمام إسبال؟ ما نزل، قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل عن الكعبين فهو في النار، سواء الكم أو الثوب أو البشت أو الرداء، نعم، أو الإزار، كله يعني كله ما نزل من الكعبين، واضح هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم غيبة بعض العلماء الذين ليسوا على منهج السلف بقولهم هذا مبتدع ونحو ذلك؟ إذا كان هذا من باب الإخبار عنه لئلا يغتر به أحد فلا بأس بذلك، أما إن كان من باب التجريح له فلا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الحلف بالأمانة؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الحلف برأس أمه وأبيه أو أولاده؟ لا يجوز هذا، حلف بغير الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الرجل، يقول السائل: الرجل لا يعلم العربية ويتعلم الدين من الكتب المترجمة، يقول هل يجوز له أن يعلم الناس دينهم؟ لا، ما يعلمهم إلا إذا عرف لغة الكتاب والسنة، وهي اللغة العربية بلسان عربي مبين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ولدي يعمل في دائرة حكومية ويستلم من هذه الجهة سيارة لاستخدامه الشخصي، ويصرف له كروت بنزين لهذه السيارة، يقول: ويعطيني من هذه الكروت لتعبئة سيارتي، يقول: فهل يحق لي أخذها؟ لا، هذه خاصة بسيارته، وإذا أخذتها مالك حق فيها. نعم، وهو ماله حق أنه يوزعها على الناس، هي لسيارته، يستنفذها بالاستعمال. نعم، حتى يأخذ غيرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة من خارج هذه البلاد تقول أمها ترغب بتزويجها من رجل مقيم في بلد آخر، وتقول أنه ملتزم، ولكنها غير متأكدة من ذلك ولا نعرفه، فما نصيحتكم؟ لا تقدم عليه إلا بعد أن تعرفه تماما. نعم. أحسن الله إليكم، وتقول في سؤالها الآخر أن أمها انفصلت عن أبيها منذ أن أمها نعم انفصلت عن أبيها منذ أكثر من 10 سنوات، ولا يوجد، تقول، بيننا وبينه تواصل، فإذا أرادت الزواج فمن يكون وليها؟ أبوها، وليها أبوها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إحضار ألعاب الأطفال التي هي على شكل دمى للمساجد؟ لا يجوز، الصور مجسمة، لا يجوز إحضارها بالمساجد ولا في غيرها، لأنها صور مجسمة. نعم، لكن تجعل مع الأطفال يلعبون بها فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم نشر مقاطع النصيحة التي فيها شيء من الحق، ولكنها لأناس مطلوبين أمنيا، يقول: فما حكم نشر مثل هذه المقاطع؟ يعني ما هنا نصيحة إلا هل النصيحة هذه؟ اتركها وخذ النصيحة اللي ما فيها اشتباه ولا فيها مسؤولية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لسور الكافرون والزلزلة والملك ميزة عن غيرها من السور؟ نعم. يقول: سور الكافرون والزلزلة والملك. الملك ورد أنها تنجي من عذاب القبر، سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، ورد أنها تنجي من عذاب القبر، وأما غيرها فلا أعلم شيء منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة الإخلاص وتكرارها في الصلاة للمأموم في الفريضة والنافلة؟
لماذا يكررها؟ لماذا يكرر؟ ما تكرر السورة الركعة الواحدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يتعصبون لأقوال علماء بلد معين ولمن لم يقل بقولهم يهجرونه ويقاطعونه؟ الواجب اتباع أهل الحق في أي بلد، اتباع أهل الحق، ترك الذين عندهم انحراف عن الحق أو في العقيدة. ما في عصبية في هذا، علماء بلادنا نطيعهم وعلماء غير بلادنا لا، لا تطيع العلماء الربانيين في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم نشر المنكرات بقصد التحذير منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا يجوز هذا والعياذ بالله، هذا لا يجوز. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقول: إن رجلا قام ينصح ويعظ، يقول: أعوذ بالله، زانية في محل كذا وما أدري كيف، فلما سمعها أهل الشر راحوا لمها، فهو دلهم عليها. فلا يجوز إشاعة الفاحشة ولا إلا من باب الإنكار عليها ولأجل إزالتها فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم في من وقع بينه وبين زوجته خلاف؟ يقول: ما نصيحتكم لمن وقع بينه وبين زوجه خلاف؟ أن يصلح بينهما أو يذهب إلى أحد العلماء وطلبة العلم لإصلاح بينهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تصح نية الهجرة إذا انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بعقد عمل؟ بعقد عمل؟ نعم. لا، ما يدخل عقد العمل على نية الهجرة، اجعلها خالصة، ولا بأس أنه يعمل في البلد الذي انتقل إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو ضابط الشدة في الشريعة؟ الشدة، يقول: ضابط الشدة في الشريعة. إيش الشدة؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى في سورة النازعات: والناشطات نشطا؟ الناشطات نشطا، هذه الأرواح، نزع الأرواح عند الاحتضار، أرواح المؤمنين تنشط نشطا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يعني بسرعة، تؤخذ بسرعة وبرفق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم بسط الذراعين على الأرض أثناء السجود؟